من تصيد الرخص من كل المذاهب رق دينه، رق دينه. من تصيد الرخص، دخلك شوف لي بأي مذهب الأساور ما في عليها زكاة، ولا بالأحنا عند الأحناف عال، أنا حنفي هون، وأنه مذهب في قصر والله المذهب الفلاني، وأنه مذهب في كل ما بده رخصة، أي مذهب ما بهم، يتبع أي مذهب بشرط أن يكون في رخصة. تصيد الرخص رقة في الدين. نعم، ما قال له إنه صلى، قال له طولت يا سيدنا، قال له شو قرينا كلمة واحدة مدهامتان، قال له تنتين بركعة واحدة مدهامة واحدة كنت أرى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ربنا الله هذه ليست كلمة تقال، ولكنها بحث ذاتي، بحث طويل. الإيمان لا يتأتى بكلمة تقولها، ولكن ببحث ذاتي طويل تبحثه. فنهاية المطاف ونهاية هذا البحث ونهاية التأمل ونهاية التفكر ونهاية التدبر أن تقول ربي الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ذكر الله عز وجل في هذه الآية ثمرتين من ثمار الاستقامة، ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقد يخاف الناس، وقد ينخلع قلب الناس لخطر داهم، وقد يقلقون وقد يقهرون، أما ربنا سبحانه وتعالى يصف هؤلاء المستقيمين بأنهم يتمتعون بشيئين، ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا مما هو آت، ولا تحزنوا على ما فات. وهل من شعور يدمر السعادة الإنسانية كالخوف أو كالندم؟ إن من أمض المشاعر ومن أشدها إيلاما أن تندم على شيء فات وأن تقلق للمستقبل، ومن دون أن تستقيم القلق والندم صفتان ملازمتان للمنحرفين، دائما يندم على ما فات ودائما يقلق لما هو آت. فالمستقيم كما وعد الله عز وجل، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أما قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني تكونت قناعاتهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، وهو الرب وحده. يجب أن تؤمن بأن الله هو الخالق، وأنه لا خالق سواه، وأنه هو الرب، وأنه لا رب سواه، وأنه هو المسير، وأنه لا مسير سواه. عبر علماء التوحيد عن هذه الحقائق بقولهم وحدة الخلق، وحدة الربوبية، وحدة الألوهية. الآية الثانية في سورة الأحقاف، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الذي أتمناه على إخوتي الكرام أن ينزعوا من أذهانهم هذا المفهوم الخاطئ، المفهوم الساذج. كلما طالبتهم بالاستقامة يقول لك أحدهم أخي أنا ماي نبي، ومن قال لك إن الاستقامة خاصة بالأنبياء؟ من قال لك ذلك؟ إليك الدليل القطعي، القطعي في ثبوته والقطعي في دلالته، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم فعل أمر يفيد الوجوب، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. النبي عليه الصلاة والسلام
فسر هذه الآية فقال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. كلما دعوت إنسانا إلى أن يستقيم رفع عقيرته وقال أخي أنا مالي نبي، لا تكلفني ما لا أطيق، هذا كلام فيه ضلال كبير وفيه زيغ خطير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لهذا هذه الآية وردت في سورة هود. لذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود، يعني سورة هود، والذي شيب النبي فيها هذا الأمر الخطير، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أنت أيها الأخ الكريم تطلب من الله الكرامة، تطلب من الله أن ينصرك على أعدائك، أن يوفقك، أن يرفع شأنك، أن يستخلفك في الأرض، أن يمكن لك دينك، وهو يطلب منك الاستقامة. إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، أي استقم على أمر الله. ما الاستقامة؟ قال بعضهم إنها ضد الطغيان. ما معنى طغى؟ يعني خرج عن الخط المستقيم، طغى خرج عن المنهج. طغى القطار إذا خرج عن سكته، طغت السيارة إذا خرجت عن الطريق المعبد إلى واد سحيق. معنى طغى أي خرج عن الخط المستقيم. والله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلق له منهجا، وقال الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، قدم الله تعليم القرآن على خلق الإنسان. هذا التقديم ليس تقديما زمنيا، لا يعقل أن يعلم القرآن ثم يخلق، هذا مستحيل، لكن هذا التقديم تقديم رتبي. يعني ما قيمة الإنسان بلا منهج؟ ما قيمة هذه الآلة المعقدة بلا تعليمات؟ ما قيمة هذه الجامعة بلا نظام داخلي؟ ما قيمة هذا الشيء بلا توجيهات استعماله؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إذن الاستقامة أن تلزم المنهج الإلهي، أن تلزم أمر الله وسنة نبيه، والطغيان أن تحيد عن هذا المنهج في عقيدتك، في تصرفاتك، في كسب المال، في إنفاق المال، في علاقاتك، في جدك، في لهوك، في إقامتك، في سفرك، في علاقاتك الداخلية، في علاقاتك الخاصة جدا، في علاقاتك العامة. حينما تخرج عن منهج الله أيها الإخوة الأكارم، متى تخرج عن منهج الله؟ لا بد من أن تعرف هذا المنهج حتى تعرف ما إذا كنت قد خرجت أو لم تخرج. كيف تعرف أنك خرجت عن هذا المنهج إن لم تعرف المنهج؟ إذن طلب العلم فريضة، طلب الفقه حتم واجب على كل مسلم. طلب العلم أساس الاستقامة، وطلب العلم أساس التوبة. كيف تتوب من ذنب قبل أن تعرف أنه ذنب؟ وكيف تستقيم على منهج الله قبل أن تعرف منهج الله عز وجل؟ إذن الخطوة الأولى، الحركة الأولى، الموقف الأول، الهم الأول، الاهتمام الأول، أن تعرف منهج الله عز وجل، أمره ونهيه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. هنا أضيف معنى جديد، استقيموا إليه. قد تستقيم إلى زيد أو عبيد، قد تستقيم لتنال مكانة عند فلان، قد تتسلم عملا ذا عائد كبير ودخل كبير، من حرصك على هذا الدخل تستقيم في هذا العمل، ولكن استقامتك من أجل أن يرضى صاحب العمل. فأنت استقمت لا إلى الله عز وجل، استقمت إلى زيد أو عبيد. هنا في معنى جديد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي
أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. هذا يشبه قول الله عز وجل ولربك فاصبر. قد توضع في ظرف تؤمر أمرا تعسفيا وأنت ضعيف وليس في إمكانك أن تقول لا، إنك تصبر، ولكن تصبر وأنت مقهور. ليس هذا الصبر هو الذي أراده الله عز وجل. الله عز وجل يقول ولربك فاصبر. وبالمناسبة كلما تزللت إلى الله رفعك الله، وكلما صبرت لله أعزك الله، وكلما كنت خاضعا لله أخضع الله الآخرين إليك، وكلما هبت الله هابك الناس، وكلما نزعت من قلبك هيبة الله نزعت منك هيبة، نزعت من الناس هيبتك. قواعد، قوانين. يعني الإنسان لو أنه يفهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهما عميقا، إذا فهم ما قاله النبي على أنه قواعد ثابتة، قوانين، مثلا عفوا تعف نساؤكم، يعني كلما غضضت بصرك عن محارم الله الله سبحانه وتعالى حفظ لك زوجتك من أن تزل قدمها. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، الأبناء يبرون آباءهم. ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس. هي قواعد، لو عرفت أن هذه القواعد حتمية واقعة لا محالة، لأنها من عند خالق البشر، من عند خالق الكون. القضية أن تقف من هذا الأمر أو هذه القاعدة موقف المصدق، موقف المهتم. والطريق إلى ذلك كلما عظم عندك ربك كلما عظم أمره. إذن إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض وازدادت خشيتك لله عز وجل، من ثمار هذه الخشية أنك تعظم أمر الله عز وجل. لهذا قال أحد أصحاب رسول الله، أظنه سيدنا بلال، لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت. إذن هي فاستقيم إليه، يجب أن تكون استقامتك خالصة إليه. لكن أحيانا، هي قلتها لكم سابقا، قد يأتي أمر إلهي متوافق مع أمر وضعي، فالسرقة حرام في شرع الله وحرام في قوانين الناس، فالذي يمتنع عن السرقة لا تدري أهو خوف من عقاب البشر أم خوف من عقاب خالق البشر. القضية هنا مختلطة. أما هناك أوامر ينفرد بها الدين وحده، أمرك بغض البصر وأمر المؤمنة بغض البصر، فحينما تستجيب المؤمن لهذا الأمر مع أنه ليس في الأرض كلها قانون أو أمر يحظر عليك أن تنظر إلى امرأة في الطريق، حينما تنفذ أمرا ينفرد به الدين هذا يؤكد لك أنك مخلص لله عز وجل. غض البصر هذه مدرسة. لماذا؟ لأن كل من يغض بصره عن محارم الله يشعر في قرارة نفسه أنه لا يبتغي بهذا الغض إلا وجه الله، لأن الناس لا يعنيهم هذا الأمر ولا يوجهون هذا التوجيه. في عنا شيء آخر من الاستقامة، معنى جديد، وأن لو استقاموا على الطريقة، استقاموا، الطريقة مستقيمة، إذا استقاموا عليها، إذا تابعوا هذا السير المستقيم لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه.
أول ثمار الاستقامة أن تكون في بحبوحة، هذا كلام خالق الكون، كلام الله عز وجل. هذه الأمطار الشحيحة، المعدلات المتدنية، انحباس ماء السماء، هذه الظاهرة أهي ظاهرة جغرافية أم ظاهرة إلهية؟ الحقيقة إن الله عز وجل حينما يقول في كتابه الكريم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، يتضح من هذه الآية أن الناس لو استقاموا على أمر ربهم لانهمرت السماء بمائها، لذلك كلما قل ماء الحياء قل ماء السماء، وكلما رخص لحم النساء غلى لحم الضأن، علاقات ثابتة، وكلما هان الله على الناس هانوا عليه. يعني الإنسان حينما لا يبالي أكان دخله من حلال أو من حرام، لا يبالي. الكلمة الشائعة حتى الخرج من هون ليوم الله بيفرجها الله، لا تدقق. كلما هان الله على الناس هانوا عليه. ماذا قال الله عز وجل؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هذه البراكين والصواعق وما يشبه الصواعق القذائف، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم الزلازل أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ما أقصى بأس الإنسان وإذا بطشتم جبارين. طيب هذا عقاب من الله عز وجل. إذن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. من ثمار الاستقامة من خلال هذه الآيات ألا تخاف مما هو آت، وألا تحزن على ما قد فات، أنت في منجاة من القلق ومن الندم. والقلق والندم حالتان نفسيتان يدمران الصحة النفسية. شيء آخر، يجب أن تستقيم على أمر الله كما أمر النبي أن يستقيم على أمر الله، أنت بهذا الأمر واحد. الشيء الآخر، الاستقامة يجب أن تكون في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله، لا ابتغاء زيد أو عبيد ولا فلان ولا علان. والاستقامة من ثمارها أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنك، يزيل عنك كل مكروب، كل كرب، كل هم، كل حزن، كل ضيق، كل قلق. الآن إلى الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. ماذا قال سيدنا الصديق عن الاستقامة؟ قال ألا تشرك بالله شيئا. تعريف الصديق للاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. لمجرد أن تطيع إنسانا وتعصي ربك فقد أشركت به، رأيت طاعته أغلى من طاعة الله. لمجرد أن تتبع هواك وتعصي أمر الله عز وجل أشركت نفسك مع الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هذا فهم عميق جدا للاستقامة. الاستقامة عند هذا الصحابي الجليل، عند سيد الصحابة والتابعين، عند من لم تطلع شمس على رجل خير منه. سيدنا عمر لما كان مع أصحابه الكرام أحدهم أراد أن يتقرب منه، يعني كما يحدث دائما، قال والله ما رأينا أحدا أفضل منك بعد رسول الله. لسيدنا عمر الكلام قيل، ما كان من هذا الخليفة العظيم إلا أن نظر في أصحابه محدقا ومستنكرا. أحدهم قال لا والله
لقد رأينا من هو خير منك. لا لا لا، رأينا. قال ومن هو؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه لقد كذبتم جميعا، يعني جعل سكوت هؤلاء جميعا كذبا، وصدقت. خاطب الذي قال لقد رأينا من هو خير منك. ماذا قال عن سيدنا الصديق؟ قال كنت أضل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. كنت أضل من بعيري. سيدنا الصديق يقول الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. بالضبط، اعلم علم اليقين، لمجرد أن تعصي الله عز وجل رأيت في هذه المعصية أنها مغنم، هنا الشرك. رأيت هذا الإنسان إذا أطعته وعصيت الله تستفيد، وقعت في الشرك وأنت لا تدري. طيب، سيدنا عمر عملاق الإسلام كما يقولون، ماذا قال عن الاستقامة؟ قال أن تستقيم على الأمر والنهي، يعني أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهك، ولا تروغ روغان الثعلب. أخي بدنا فتوى، حواليك فتوى، هذا روغان اسمه، بدنا حيلة شرعية. لازم هالرجل يعني في طريقة أنه يسكن مع زوجة أخوه من دون حرج، يروغ روغان الثعلب. شو الحل؟ الحل بيعقد عقد على فتاة صغيرة في سن الرضاع، ثم تأتي زوجته، زوجة أخيه، فترضعها، فإذا هي أم زوجته من الرضاع، ثم يطلق هذه الفتاة الرضيع، زوجة أخيه هي أم زوجته على التأبيد، له الحق أن يراها. هذا اسمه روغان الثعلب، كما قال سيدنا عمر، حيلة شرعية، وكأن الله لا يدري ما يحصل، وكأن الله عالم السر والنجوى، لا يدري. سيدنا عثمان ماذا قال عن الاستقامة؟ قال استقاموا أي أخلصوا العمل لله. سيدنا عثمان ألقى الأضواء على الإخلاص في الاستقامة، سيدنا عمر على العمل، سيدنا الصديق على العقيدة. التركيز عند الصديق كان على الشرك، المنحرف مشرك. سيدنا عمر التركيز على العمل، سيدنا عثمان على الإخلاص، وكلهم من رسول الله ملتمسون. أما سيدنا علي رضي الله عنه وابن عباس قالوا استقاموا أي أدوا الفرائض. من أين جاء بها؟ ما عبد الله بأفضل مما افترض. نعم، الحديث الشريف أنه بأفضل مما افترضه عليكم، يعني أداء الفرائض مقدم على كل شيء. اتق المحارم تكون أعبد الناس، وارض بما قسمه الله لك تكون أغنى الناس. نعم. سيدنا الحسن قال استقاموا على أمر الله، عملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. اجتنبوا معصيته أي تركوا بينهم وبينها هامش أمان. بعض العلماء يقول استقاموا أي استقاموا على محبته وعبوديته. كما قلت لكم دائما العبودية غاية الخضوع مع غاية الحب، هذا معنى استقاموا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك.
فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، هذا هو الدين كله. يعني إذا الإنسان آمن بالله وما استقام ما فعل شيئا، مع أن الاستقامة لا بد لها من إيمان بالله، أما إذا آمنت ولم تستقم ما فعلت شيئا. يعني واحد على وشك الموت عطشا، على وشك الموت، عرف أن في هذه الجهة نبع فياض فيه ماء نمير زلال، لم يذهب إليه، هذه المعرفة ما قيمتها؟ ومات عطشا. فالمعرفة هو لم يرتوي إلا إذا عرف النبع، أما إذا عرف النبع ولم يذهب إليه ما فعل شيئا. هي حقيقة، هذا كلام ملخص الملخص. إنسان يتلوى جوعا أو يكاد يموت عطشا وعرف النبع ولم يذهب إليه، لهذا ربنا عز وجل يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه. يعني والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ما قيمة إيمانهم؟ ما قيمة كل قناعاتك، كل حقائق التي عرفتها، إن لم تتخذ موقفا عمليا، إن لم تنتهي، إن لم تأتمر، إن لم تفعل، إن لم تترك، إن لم تصل، إن لم تقطع، إن لم تغضب، إن لم ترضى، إن لم تعطي، إن لم تمنع، إن لم تأخذ موقفا عمليا، لا قيمة لكل قناعاتك. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده يقول عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عن نفسه: أوتي جوامع الكلم. استقيموا ولن تحصوا، لك أن تفهم هذا الحديث فهمين. الأول أنك إذا استقمت على أمر الله لن تحصي الخيرات التي تتأتى من هذه الاستقامة، يعني سعادة نفسية، توفيق في العمل، سرور، طمأنينة، شعور بالراحة، شعور بالتفوق، هذا كله من لوازم الاستقامة. يعني من علامات الاستقامة أن يقول المستقيم: ليس في الأرض من هو أسعد مني. المؤمن مبتلى، المؤمن قد تأتيه بعض المكاره، ولكن ليس معنى هذا أنه ليس بسعيد، سعادته داخلية، شعوره أن الله يحبه هذا شيء مسعد، شعوره أن الله راض عنه هذا شيء مسعد، شعوره أنه على منهج الله هذا شيء مسعد، شعوره أن الله وعده بالجنة هذا شيء مسعد. فالإنسان المؤمن سعيد في داخله، ولا يمنع أن يبتلى في ظاهره، يبتلى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الإنسان لا بد من أن يبتلى، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هي استقيموا ولن تحصوا. يعني في حالات إذا الإنسان دخل بالوسواس القضية صعبة جدا، فيمكن أن يفهم هذا الحديث أن الإنسان ما يدخل بحالة الوسواس، يعني توضى لا ما توضى، لا الماء تبلغ لا ما تبلغ، عاد وضوء مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة، دخل بما يسمى وساوس. فهذا المعنى الآخر قد يكون من هالباب. على كل، الاستقامة هي السداد، السداد يعني أن تصيب الهدف، وفي حالات قد لا تستطيع، شيء فوق طاقتك، إذن لا بد من المقاربة، لا بد من المقاربة. المقاربة كما قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. يعني أهون الشر
أحيانا الإنسان يفرض عليه وضعان، عليه أن يختار أهونهما. أهون الشرين سماها النبي عليه الصلاة والسلام مقاربة، يعني له أخت ليست ملتزمة على أمر الله، طيب هل يقاطعها أم يصلها؟ إن قاطعها تزداد انحرافا، وإن وصلها لا تصلي. نقول له صلها، إنك إن وصلتها لعلها تهتدي. يقول لها، يقول لك أليست مستقيمة، بيتها في كذا وكذا. أهون الشرين أن تصلها. يعني في حالات أحيانا أنت مضطر أن تفعل ما هو قريب من الاستقامة، لا في الأحكام الشرعية ولكن في المعاملات. سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. يعني إذا كان أعطيناك مفتاح بيت حقه 30 مليون، المفتاح ما ثمنه 20 ليرة، ظنيت البيت ملكك، أنت أخذت مفتاح البيت ولم تدفع ثمن البيت. البيت فضل من الله عز وجل، مثل للتقريب. أنت حينما تستقيم على أمر الله دفعت ثمن الجنة، دفعت مفتاح الجنة، اشتريت مفتاح الجنة ولم تشتري الجنة بكاملها. الجنة محض فضل من الله عز وجل. فرق بين أن تشتري المفتاح وبين أن تشتري الجنة. فالجنة برحمة الله كما قال عليه الصلاة والسلام، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. يعني حتى أخواننا الكرام ما يقعوا بتناقض بين هذا الحديث الصحيح الذي خرجه علماء الحديث وبين آيات كثيرة تقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قد يسأل سائل كيف نوفق بين هذه الآيات وهذا الحديث؟ التوفيق سهل جدا. كنت قد ضربت مثلا لكم من قبل أنه شاب في الصف العاشر، توفي والده، والده فقير، له عم غني. قال العم لابن أخيه يا ابن أخي إن أردت أن تدرس فأنا أنفق عليك وعلى أهلك. هذا الشاب درس العاشر، تفوق، تابع الإنفاق عليه. درس الحادي عشر، تفوق، درس الثاني عشر، تفوق، دخل الجامعة، أخذ طب، أخذ أعلى شهادة بالطب، عاد فتح عيادة، تألق اسمه وذاع صيته وكبر دخله وصار في بحبوحة مثلا. التقى العم مع ابن الأخ، فقال العم لابن أخيه يا ابن أخي والله لقد نلت ما نلت بجهدك وسعيك واجتهادك وعرقك وكد يمينك وعرق جبينك. الكلام صحيح؟ قال له ابن الأخ والله يا عمي لولا فضلك لما كنت بهذا المقام. هو العم لو أن ابن أخيه لم يجتهد ما تبع الإنفاق عليه، ولو أنه كان مجتهدا ولم يتوافر له عم ينفق عليه لما نال هذه المرتبة. فنقول إن ما حصله من هذه المرتبة الاجتماعية والعلمية سببها مفتاحها اجتهاده، والفضل فيها لعمه، مثل للتقريب. فإذا قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. يعني العمل مهما كان مستقيما، مهما كان البذل كبيرا، لا يكفي لدخول الجنة، هو مفتاح للجنة. ربنا عز وجل جعل الاستقامة والأعمال الصالحة يعني مفتاحا لدخول الجنة، أما دخول الجنة بفضل الله عز وجل. مثل آخر للتوضيح، يعني إذا أب وعد ابنه بدراجة غالية الثمن، إذا هو نال الدرجة الأولى على رفاقه، طيب
هذا الطالب نال الدرجة الأولى، حمل الجلاء وتوجه من فوره إلى بائع الدراجة، قال له أعطيني هذه الدراجة وهي الجلاء تفضل، بيعطيها. هو توهم الشاب أنه هكذا قال له الأب، خذ الدرجة الأولى وخذ هذه الدراجة من عند هذا البائع، بس لا بد من دفع الثمن من قبل الأب. هو توجه مباشرة إلى بائع الدراجة، قال له هي الجلاء الأولي، أعطيني الدراجة. لا، هي سبب، هي مفتاح، أما الفضل لا بد من أن يدفع الأب ثمن هذه الدراجة حتى يكون الحديث متوافق مع الآية الكريمة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لن ينجو أحد منكم بعمله، التوفيق هكذا. أيها الإخوة الأكارم، الاستقامة بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. شطر كبير من الاستقامة استقامة اللسان، لكن بعض العلماء قال الاستقامة فيها ست شروط، والمعنى دقيق جدا. قال: اجتهاد في العمل، واقتصاد فيه، ووقوف عند حدود العلم، وإخلاص للمعبود، ومتابعة للسنة. ولكل كلمة شرح لا بأس به. اجتهاد في العمل، أيام الإنسان بيعمل عمل شكلي، يعني صلى هذه الصلاة التي أرادها الله عز وجل، صام هذا الصيام الذي أراده الله عز وجل، اتصدق، دفع زكاة ماله، بالعكس عنده بضاعة كاسدة موديل سابق ما انباعت معه، قدمها لجمعية، قال هي أخي زكاة مالي أنا، وزعوها. يعني في بضائع الناس ليسوا بحاجة لها، الناس بحاجة إلى طعام وشراب أحيانا. لاحظت ملاحظة بالجمعيات الخيرية، بارك الله بهم جميعا، لكن كل شيء كسد عند التجار يقدمونه لهذه الجمعيات من حساب زكاة أموالهم. هذا اجتهاد بالعمل؟ ها لا والله ما اجتهاد. كل شيء ممكن ما يحصله حطوا على الزكاة، حتى أن بعضهم يعني تطاول على الله عز وجل وعد الضريبة من الزكاة، ارتاح، ضاعفوا الضريبة حطها من الزكاة. فلما الإنسان بيكون يعني يريد أن يفعل شيئاً لئلا يعاتب، بسموها العوام رفع عتاب، ليس هذه الاستقامة. الاستقامة طعام كرهته نفسه فقدمه للفقراء، هذا لا يجوز أبداً. العمل والاجتهاد فيه، معنى الاجتهاد أن تبذل غاية الجهد، لهذا قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني استنفذوا كل استطاعتكم، باللغة العامية قد ما بتقدر، فهموا فهم آخر معاكس، قد ما بتقدر يعني بعض الجهد. الله سبحانه وتعالى يقول: استنفذوا كل جهدكم، فاتقوا الله ما استطعتم، هو بذل بعض المستطاع. إذن العمل والاجتهاد فيه، والاجتهاد بذل غاية الجهد. يعني أنت بدك تصلي، يمكن أن تصلي في غرفة خاصة، في غرفة الضيوف. لو صليت في غرفة الجلوس وفي حديث وفي تشويش وفي كلام، أنت كإنسان لا بد من أن تنصرف لما يقال حولك. فلو صليت في غرفة خاصة بعيدة عن الأصوات، معنى ذلك أنك بذلت جهدا في هذه العبادة. لو صليت وأنت حاقم، أي صلاة هذه؟
صليت وأنت جائع، يعني تريد أن تنتهي من هذه الصلاة. المقصود بذل الجهد في العمل. إن زكاة مالك دفعتها لأول مستحق من دون اجتهاد، يعني يجب أن يدفع المال لمن هو يستحقها تماماً. ففي دفع الزكاة بالحج أخذت الرخص كلها ارتحت. قال له واحد: يا أخي شو حجينا حجة؟ قال له: تصور صليت العصر بجدة، يوم عرفة العصر بجدة، ركبنا هالسيارة، قال له الطرقات فاضية ولا سيارة ما في بالطريق إلى مكة، طفنا الطواف القدوم وسعينا. قال له شو؟ ما في حدا الحمد لله، لا في ازدحام ولا في. خرجنا من مكة إلى عرفات، الطريق فارغ، جلسنا أول إنسان، يعني أول ما وجد الازدحام وقف. قال له الشمس لسه ما غابت، غادرنا والطرقات فارغة. قال له شو حجة مرتبة؟ ما تغلبنا أبدا. هذا هو الجهد يا ترى، هذا بذل غاية الجهد في الحج. إن في الزكاة أو في الحج أو في الصيام، يعني بالصلاة مثلا، بغض البصر، كل من يأخذ بالرخص، قال العلماء: من تصيد الرخص من كل المذاهب رق دينه، رق دينه. من تصيد الرخص، دخلك شوف لي بأي مذهب الأساور ما في عليها زكاة، ولا بالأحنا عند الأحناف عال، أنا حنفي هون، وأنه مذهب في قصر، والله المذهب الفلاني، وأنه مذهب في كل ما بده رخصة، أي مذهب ما بهم، يتبع أي مذهب بشرط أن يكون في رخصة. تصيد الرخص رقة في الدين. ما قال له إنه صلى، قال له طولت يا سيدنا، قال له شو قرينا كلمة واحدة مدهامتان، قال له تنتين بركعة واحدة مدهامة واحدة كنت أرى. بذل غاية الجهد. في شيء ثاني بالاستقامة أيها الإخوة، الاقتصاد. الاقتصاد أن تسلك بين طرفي الإفراط والتفريط. أنا أقول لكم كلام الآن دقيق جداً. من الطغيان عن الاستقامة أن تتعنت في الدين، أن تغلو في الدين. العوام تقول لا إفراط ولا تفريط. أنت إذا مثلا أنت ورع جدا ما شاء الله، غيور جدا على زوجتك ما شاء الله، من شدة غيرتك على زوجتك رفضت أن تأخذها إلى الطبيب. أخي أنا ما بتحمل طبيب أجنبي يطلع على زوجتي، هذا فوق طاقتي. إيه انت مالك مستقيم بالعمل، انت اخذت جانب الغلو في الدين. انت اورع من سيد المرسلين، انت اورع من انت اشد ورعا من العلماء العاملين. فالاستقامه، الانحراف عن الاستقامه له مظهرين، اما الافراط او التفريط. الافراط او التفريط. الاستقامة أول شرط من شروطها أن تبذل غاية الجهد. يعني ما في عمل شكلي بالاستقامة، أداء شكلي، صلاة شكلية، صيام شكلي، حج شكلي. أن تبذل غاية الجهد أولا، وثانيا أن تقف الموقف المعتدل بين الطرفين. يعني أنت زاهد أعرضت عن الدنيا إعراضا كليا. السيدة عائشة رأت امرأة يعني رست الثياب، مهملة جدا في مظهرها، زوجة أحد أصحاب رسول الله، زوجة كان صواما قواما. يعني مرة كمان قلت لكم هالقصة، واحد شكل امرأة شكت لسيدنا عمر أن زوجها كان صواما قواما، يبدو أنه لم ينتبه إلى قوله، قال لها: بارك الله لك في زوجك. سيد أحد الصحابة انتبه أنها تشكوه ولا تثني عليه، قال: إنها تشكو زوجها. فقال له: احكم أنت بينهما. فحكم أن يعطيها كل أربع أيام يوم، لأنه لو أنه عنده أربع زوجات للواحدة منها حق يوم. إذن الاستقامة أن تعطي لكل ذي حق حقه، أن تؤدي الحقوق تماماً، لا أن تفرط ولا أن تفرط.
الإفراط المبالغة، الغلو في الدين. مرة قال لي أخ طلب منه يصنع أبيات مصاحف، رفض وهو في أشد الحاجة إلى المال، في أشد الحاجة إلى المال. لماذا رفض؟ قال لأنه الذي كلفه بهذا العمل ليس مسلماً من أهل الكتاب، ما في شيء. ما قال لك إن هذا هو، إن هذه استقامة، لك أن تتعامل معه شراء أو بيعا، وبيت مصحف كمان. يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. من الانحراف عن الاستقامة أن تفرط أو أن تفرط. ما دام الشرع سمح للطبيب الأجنبي أن يرى المرأة المسلمة، أما إذا في طبيب أولى، طبيبين مسلم وغير مسلم، مسلم أولى. أما حينما يكون القضية عويصة والمرض خطير وفي شخص متخصص بهذا المرض، سيدنا رسول الله في الهجرة اختار خبيرا للطريق ليس مسلما، هي إشارة إلى أحيانا الخبرة لا بد منها. الخبرة. الصفة الثانية الاقتصاد، أي السلوك بين طرفي الإفراط وهو الجور على النفوس والتفريط بالإضاعة. النبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. سيدنا سعد، سيدنا معاذ صلى بأصحاب رسول الله فأطال الصلاة، فقال أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان؟ إذا كان النبي صلى لوحده أطال الصلاة، أما إذا صلى إماما كان أتمهم في، كان أخفهم في تمام صلاته. إذن في كسب المال، إيه الله أمر أخي العمل عبادي بإنك منيح، بس وين الصلاة؟ ترك صلاته أو أهمل صلاته، أهمل دروس العلم كلها، لا عاد أرى قرآن. أخي العمل عبادي أفرط، أو ترك العمل من أجل العبادة. قال له من يطعمك؟ قال له أخي، قال له أخوك أعبد منك. شوف الإسلام كيف متوازن. لهذا الجسد عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولأولادك عليك حق، ولعملك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. نعم. يعني أيام الشيطان ولا أتينهم عن أيمانهم، يأتيك عن اليمين، افعل هذا، دع هذا العمل، في شبهة، دع هذا، دع هذا، دع هذا، بلا شغل، بلا دخل، ضاع، أفتل نفسه، حرم الحلال، بلا مال. ثم جاءه الشيطان قال له أنت كل الاستقامة الله معاطيك شيء. أيام في حالات انتكاس خطيرة جدا، السبب أنه ما أخذ المنهج المعتدل، لما ترك العمل صار في عنده أزمات مالية تفاقمت في ساعات ضعفه، جاءه الشيطان فانتكس نكسة كبيرة. هذا الاقتصاد. وقوفاً مع ما يرسمه العلم، يعني الأمر ما هو والنهي ما هو؟ الأمر أن تفعل كذا والنهي أن تفعل كذا. أراد أن يصوم صياماً طويلاً، إيه لما صام تعطل عن عمله، صار خلقه يعني في عنده شيء من التوتر النفسي. إيه النبي الكريم أمر بالصيام 2 وخميس نفلاً أو 3 أيام في الشهر، فلما زاد ذلك انعكس على حالته النفسية. وإفراد المعبود بالإرادة وهو الإخلاص من الاستقامة، الاجتهاد في العمل، والاقتصاد بين الإفراط والتفريط، والوقوف عند الأمر والنهي. وإفراد المعبود بالإرادة وهو الإخلاص، ووقوع الأعمال على الأمر والنهي، أي متابعة السنة. العمل لا يقبل إلا إذا كان صواباً، أي وفق السنة. هذه الاستقامة، عمل مع بذل الجهد، اقتصاد بين الإفراط والتفريط، متابعة
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إخلاص في هذا العمل، وقوف عند الأمر والنهي. السلف الصالح كانوا يركزون على أصلين خطيرين: الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة. قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة. بعرف شخص يتوضأ شي 50 مرة بتوسوس في محل ما وصل الماء، شعرت ببلل، شعرت بكذا. ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة، وهي الإفراط، ولا يبالي الشيطان بأيهما ظفر زيادة أو نقصانا. إذا كان ظفر بترك الطاعة كسب، وإذا ظفر بالمبالغة بالطاعة إلى درجة أصبحت مستحيلة وممقوتة كمان ظفر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله بن عمرو، إن لكل عامل شرة، شرة هي الفورة. الإنسان حينما يؤمن ينتقل من الضياع إلى الهدى، من الشقاء إلى السعادة، من التفلت إلى الانضباط. ما كان يصلي، لقى بالصلاة في سعادة كبيرة، لما غض بصره شعر بسعادة ثانية، لما حضر مجلس علم شعر بسعادة. هي اسمها، سماها النبي شرة، يعني فورة. هي فورة، هي الفورة رائعة جدا، بس لها خطران. فمن كانت فترة ثم ولكل شرة فترة، بعد هالفورة في فترة، كما قال سيدنا الصديق: بكينا حتى جفت مآقينا. فكل واحد مؤمن له فترة يسموها العوام، يعني الفترة الأولى هالفورة، هي رائعة جدا. يعني يقول لك: أنا أسعد الناس، بس بعد الفورة في فترة. هذا كلام رسول الله: إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة أفلح، ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر. إذا هالفورة انتهت بفترة إلى بدعة، خاب وخسر. هالفورة انتهت إلى سنة، نجح وأفلح. فالإنسان وهو في الفورة يجب أن ينضبط بالشرع، إنه لو فرضنا بالفورة دفع كل ماله، فلما جاءت الفترة ندم على ذلك فامتنع عن دفع الصدقات، انتهى إلى بدعة. نعم، كل الخير كما قال بعض العلماء في اجتهاد باقتصاد وإخلاص باتباع. اجتهاد باقتصاد، إخلاص باتباع. يعني هناك ستة، كانون أربعة، صاروا أربع خصائص: اقتصاد بين الإفراط والتفريط مع الاجتهاد، والإخلاص مع الاتباع. يعني اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. إذا أنت مقتصد مع السنة أفضل ما تكون يعني متهور مع غير السنة. قال: فاحرصوا على أن تكون أعمالكم على منهج الأنبياء عليهم السلام. الآن ما الذي يخرج من الاستقامة؟ قال: الرياء في الأعمال يخرجها من الاستقامة، الرياء. والفتور والتواني يخرجها عنها أيضا، الرياء والفتور والتواني. يعين المستقيم على الاستقامة أن يفرق دائما بين الأمر والنهي والثواب والعقاب، والموالاة والمعاداة، وبين ما يحبه الله وبين ما يبغضه، وبين ما يرضيه وبين ما يسخطه. الآن يعني مناسبة نتحدث حديث سريع
عن الحيل الشرعية، لأن الموضوع بالاستقامة. أولاً، بعضهم يحتج بفعل سيدنا يوسف لما وضع في رحل أخيه صواع الملك، وقالت أيتها العير إنكم لسارقون، والقصة معروفة عندكم. بهذه الحيلة احتجز أخاه عنده. فبعض الذين يسلكون سبيل الحيل الشرعية يحتجون بهذا الموقف، مع أن هذا الموقف هو فعلا حيلة، ولكن كي يأتي بأبيه وأمه بأبيه وإخوته ليسكنوا عنده في مصر ليكرمهم. يعني إذا إنسان لا يأخذ إطلاقا منك شيئا وأنت احتلت على أن تعطيه على شكل قرض مثلا، هي حيلة، هي مقبولة الحيلة، هي في حيل رائعة جدا. يعني في أيام إنسان متعنت في قضية وأنت لازم تعاونه، فقد تسلك معه حيلة كي تساعده. فالحيلة في أصلها مشروعة إن كانت لجلب خير أو لدفع شر، لجلب خير أو لدفع شر. أما إذا كانت الحيلة للتحلل من بعض أوامر الله عز وجل فهذه حيلة شيطانية مرفوضة. مثلا من الحيل الشائعة أنه أنت معك نصاب المال، قبل أن يحول الحول تهب جزءا منه لابنك، اتفق معه بعد بشهرين ترجع ليهم. أخي النصاب ما بلغ، ناقصني كان 10,000 للنصاب، أنا ابني بحاجة وهبته إياهم. هذا يفعله بعض الناس، يهب جزءا من ماله لشخص قبل أن يأتي الحول. النصاب ما تم، بعد أن يمضي الحول يسترجع هذه الهبة، هي حيلة. الحيلة الثانية، يشتري حاجة من بائع ثم يردها له بعد مجيء الحول، هذه حيلة في إسقاط الزكاة. في حيلة في التعامل بالربا، بيع العينة، العينة أنه تحط حاجة أمامك تبيع دينا بسعر ونقدا بسعر، تبيعها للشاري دينا بمئة ليرة ثم يشتريها منك، ثم تشتريها منه بثمانين ليرة نقدا. هذا بيع العينة، هذا ربا لكن بشكل بيع وشراء. أحيانا تطلق المرأة طلاقا فيه بينونة كبرى من زوجها، فيقوم زواج شكلي، هذا التيس المستعار، يعقد زواج شكلي ثم يطلق ثم تعود لزوجها الأول. أحيانا يرهن العقار والرهن لا يستعمل، ثم يهب لك صاحب العقار منفعته، أنت أقرضت مبلغ وضع عندك عقار رهن، فأنت سكنت العقار، هذا القرض جرى نفعا، هو على شكل رهن والرهن لا يستعمل، صاحب العقار وهبك الانتفاع به، عملت حيلة كسبت فائدة من هذا القرض، وهكذا. كل هذه الحيل حرام قولا واحدا، لأنها احتيال على الشرع للتفلت من أوامر الله عز وجل. ولكن الحيل الجائزة لجلب الخير أو لدفع الشر. لجلب الخير كما فعل سيدنا يوسف، احتال على أخيه عن طريق وضع صواع الملك في رحله، ثم فتش هؤلاء وظهر صواع الملك في رحل أخيه فاحتجزه من أجل أن يأتي بأبيه وإخوته ويكرمهم في مصر. نعم، إذن كل حيلة تنتهي بصاحبها إلى التفلت من أوامر الشرع هي حيلة باطلة حرام. أما الحيلة التي تجلب الخير وتدفع الشر فهي حيلة مقبولة في الشرع، والحمد لله رب العالمين.